تاجر الموت يعود. الروسي فيكتور بوت الملقب بتاجر الموت، واحد من أكبر تجار الأسلحة بروسيا، يعود لبيع الأسلحة بعد عامين من خروجه من سجون أمريكا ضمن صفقة تبادل السجناء بين واشنطن والكريملين. صحيفة والستريت جورنال قالت إن بوت يعمل على التوسط في صفقة أسلحة متجهة إلى الحوثيين باليمن المدعومين من إيران. الصحيفة قالت أيضا إن بوت كان موجودا في أغسطس الماضي حين زار وفد من الحوثيين موسكو للتفاوض على شراء أسلحة أوتوماتيكية بقيمة 10 ملايين دولار، غير أن عملية البيع لم تتم ليومنا هذا. بوت صاحب 56 عاما، كان يقضي فترة سجن لمدة 25 عاما في أمريكا بعد القبض عليه في تايلاند عام 2008 وإدانته باتهامات تشمل التآمر لقتل أمريكيين ودعم منظمة إرهابية، كما وجهت له تهم باستغلال سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 ليشتري الأسلحة بأسعار متدنية من قواعد عسكرية مهجورة وغابت عنها السيطرة ويبيعها بأسعار أعلى. Для мамы.